ازيك يا عرسان؟ ازيك يا صرصار؟ هو ايه الموقع ده؟ ده يا سيدي موقع الارشيف اللي احنا لسه مطلقينه. اسألني اسئلة وانا هجاوبك عليها. هو ايه العواميد الكتيرة اللي فوق دي؟ بص يا سيدي، دي الطرق اللي احنا بنقسم بيها الفيديوهات. اول عمود هو عن طريق التاريخ متقسم بالشهور، تاني عمود الموقع اللي حصل فيه الفيديو، تالت عمود الموضوع التوبيك بتاع الفيديو ده، رابع عمود الفيتشرينج يعني الناس اللي ظاهرة في الفيديو، لو في فيديوهات ظهر فيها ناس احنا عارفينهم، وآخر عمود هو الكيورد. طيب أنا دلوقتي لو مثلا عاوز أشوف فيديو من شهر مارس 2011 بعمل إيه؟ بساطة جدا، هتروح عند أول عمود اللي هو بيقولك الشهر أو التاريخ بتاع الفيديو ده. دلوقتي هو متقسم بحيث ان اكتر تاريخ فيه فيديوهات يطلع لك الاول. لو انت عايز تقسمه بطريقة تسلسلية بتدوس على month، بيطلع لك التاريخ مترتب بشكل تصاعدي. فعندك اول فيديو ظاهر من شهر مارس 2009، بتفضل تنزل تحت لغاية لما توصل لمارس 2011. بتدوس على مارس 2011، هنا تحت بيظهر لك كل الفيديوهات اللي من مارس 2011. فمثلا بتروح دايس دبل كليك على فيديو، بيظهر لك البلاير العادي ده اللي هو سهل جدا تتعامل معاه، في زرار تحت اهو اسمه بلاي، بتدوس عليه الفيديو بيشتغل زي ما انت شايف. طب لو عاوز اعرف اي معلومات عن الفيديو بروح فين؟ بتروح هنا فوق الفيديو عند فيو بلاير، تدوس عليها هيطلع لك المنيو اللي فيها كل الاختيارات، فبتدوس على زرار فيو انفو، بيطلع لك عنوان الفيديو والموقع اللي اتصور فيه وتاريخ الفيديو ومين المصور. ايه ده، انت المصور؟ ده ازاي أنا صور؟ اللي مصور. وموضوع الفيديو والرخصة اللي متصور عليها اللي منشور تحتها الفيديو ده. طب أنا دلوقتي لو عاوز أبحث عن فيديو عن طريق الموقع، مثلا موقع وزارة الدفاع، طيب، في معلومة مهمة قوي لازم تعرفها، انك عشان ترجع للصفحة الرئيسية لازم تعمل دبل كليك على الاكس اللي هناك دي في اقصى يمين الصفحة، تعمل دبل كليك بترجع للصفحة الرئيسية. لو عايز تدور على فيديو حصل في وزارة الدفاع ممكن تروح على السيرش بار ده وتعمل تكتب وزارة الدفاع، تعمل انتر، هيطلع لك الفيديوهات اللي فيها كلمة وزارة الدفاع. حاليا الموقع معظم الحاجات اللي فيه بالانجليزي، بس بالوقت هتترجم كمان للعربي. عايز تتفرج على الفيديو ده تعمل ايه؟ هدوس هنا مرتين بيطلع لي المعلومات عن الفيديو، مش كده؟ مظبوط. فهنا مثلا عندي تاريخ الفيديو 2 مايو 2012، وغير معروف مين اللي صور الفيديو. مهم بس ان انا اقول ان مش كل المعلومات عن الفيديوهات موجودة، في معلومات احنا قدرنا نحصل عليها وفي معلومات معرفناهاش، بس دي كل المعلومات اللي عندنا دلوقتي. وأظن لو دوست هنا على View Player أقدر أتفرج على الفيديو نفسه. بالظبط. مظبوط. طيب أنا دلوقتي لو عاوز أنزل الفيديو ده أقدر أعمل كده؟ حلو قوي. تقدر تنزل كل الفيديوهات اللي على الموقع عن طريق ان انت تخش عند settings او الاعدادات اللي موجودة في اقصى اليمين على تحت من الفيديو، دوس عليها هيطلع لك اولا 3 resolutions تقدر تتفرج بيهم على الفيديو، وممكن تدوس download فهيقول لك اختياراتك، تعمل اوكي فالفيديو ده ينزل عند الكمبيوتر عندك. دلوقتي لو احنا مثلا بندور على حاجة، بندور على موضوع معين مش تاريخ او مكان، زي غاز مسيل للدموع مثلا. طيب، هو في كذا طريقة تدور بيها على الحاجات، زي ما قلت انت ممكن تعمل سيرش في السيرش بار، ولو موضوع كبير يعني حدث ممكن تلاقيه في topic. بس كمان في حاجة اسمها keywords. keywords بتطلع لك الحتة اللي في الفيديو اللي فيها الكلمة اللي انت بتدور عليها. فمثلا tear gas اللي انت لسه قايلها دي، مكتوب هنا ان في 8 فيديوهات فيهم tear gas. هو طبعا في فيديوهات اكتر بس ده يعني اللي احنا
عملنا له تاجنج لغاية دلوقتي. فلو دوست على تير جاس مرة واحدة بيظهر لك التمن فيديوهات تحت، لو دوست دبل كليك على اي فيديو منهم وبعدين رحت عند فيو بلاير واخترت حاجة اسمها فيو اديتور، تقدر تتحرك في الفيديو وتتفرج على الحتت المختلفة اللي فيها تير جاس. فمثلا شو هتشوف هنا متظللة تحت، اول حتة فيها تير جاس تقدر تتفرج عليها، وبعدين تقدر تشوف حتة تانية فيها تير جاس، هنا فيها قنابل مثيرة للدموع بتترمي، وهنا كمان في تير جاس، وهنا كمان في تير جاس. ده طبعا ممكن يبقى مفيد للمونترين او لاي حد بيدور على قطاط معينة. طيب ممكن نرجع تاني للقائمة الرئيسية؟ عشان ترجع للصفحة الرئيسية هفكرك تاني تدوس دبل كليك على الاكس او تدوس على all videos. وفي طريقة مختلفة ان انا اشوف الفيديوهات غير ان اشوفهم كلهم كده ورا بعض؟ ممكن مثلا لو عايز تتفرج على الفيديوهات محطوطين في الخريطة دوس على view as grid، هتلاقي برضو قائمة بتديلك الاختيارات المختلفة. خش على view on map وبعدين اعمل زوم ان كأنك بتستخدم اي خريطة من خرائط جوجل او الحاجات اللي احنا متعودين عليها. اقعد قرب من الحتة اللي انت عايزها. دي معظم الفيديوهات من القاهرة للأسف لغاية دلوقتي معظم الفيديوهات اللي عندنا من القاهرة، بس احنا شغالين على ان احنا نجمع فيديوهات من حتت تانية. بتقف هنا عند الكور الملونة دي بيظهر لك المايكرو لوكيشن او الموقع التفصيلي، في ناس في فيديوهات من العباسية، في فيديوهات من امبابة، من الدقي. مثلا ندوس على العباسية هيظهر لك على اليمين كل الفيديوهات اللي من العباسية. ممكن تختار اي فيديو منك تعمله دبل كليك وتتفرج عليه. ورجعنا تاني للي احنا متعودين عليه. ده فيو اديتور. لو عايز الطريقة المبسطة انك تتفرج على الفيديو ترجع تاني لفيو بلاير. هو كان عامل فيو اديتور عشان دي كانت اخر حاجة احنا واقفين عندها. دلوقتي تقدر ترجع لفيو بلاير وتدوس بلاي وتتفرج على الفيديو عادي. ولو عايز تعرف معلومات اكتر عن الفيديو زي ما قلنا تدوس على فيو انفو، يجي لك الموقع، اتصور في انهي تاريخ، مين المصور، وايه الموضوع بتاع الفيديو والرخصة اللي متسجلة تحت. طب احنا دلوقتي لو دوسنا مثلا على كلمة عباسية باتل 2 اللي هي موضوع الفيديو في التوبيك، هيطلع لك الفيديوهات على الماب، بس تقدر تغير ده وترجع تاني لفيو از جريد، هيطلع لك كل الفيديوهات اللي متصورة في العباسية او عن موضوع العباسية، شهادات عن موضوع العباسية، بس دي عن معركة العباسية التانية. طيب دلوقتي دي كل الفيديوهات اللي عندنا، هي دلوقتي مترتبة باي ديفولت بالعنوان. لو دوسنا هنا هنلاقي كل الطرق المختلفة اللي انت ممكن تبص على ترتب الفيديوهات بيها. فلو عملنا sort by date هيطلع لنا كل الفيديوهات اللي على الأرشيف متنظمة بالتاريخ بتاعها، من أول فيديو خالص اللي هو في 2009 لغاية آخر فيديو عندنا في الأرشيف. واحنا حاليا عندنا 2404 فيديو اللي هم عاملين 36 يوم و16 ساعة و30 دقيقة و33 ثانية. في أي أسئلة تانية عندك؟ شكرا يا أرسل.